ست وجدان الأشهر اللي مضت، عمليات غرفة العمليات اللي معنية في أمانة بغداد المختصة في استقبال فصل الشتاء وتوقعات الأنواء الجوية لهذا العام، إنه أمطار غزيرة تغزو بغداد والعراق، جلست وحطت عدة العدة. العدة مالتها هي غرفة طوارئ. أنا دا أقول لك مدير عام العلاقات والإعلام، السنين المضت في معالجة طاقة الاستيعابية للصرف الصحي ومياه الأمطار كانت سنين بها فساد لمشاريع لم ترى النور. واليوم احنا جينا لنقود أمانة بغداد بإدارة فتية حديثة وبإدارة خبيرة ترى لها رؤية، مثل معالي أمين بغداد والكادر المتقدم ويا الوكلاء والمدراء العامين الموجودين في أمانة بغداد قعدوا في غرفة الطوارئ وتفاجئنا أنه لا نستطيع، باعي علي انتبهي زين لهذه الكلمة، لا نستطيع إيقاف تدفق الأمطار بشدات العليا اللي هي شدة 30 مليمتر اللي أكثر بالساعة اللي أكثر من الطاقة الاستيعابية 22. يعني إذا جت أمطار أقل 22 ما عندنا مشكلة، إذا جت أمطار فوق 30 عندنا مشكلة وعندنا غرق. ليش ماكو حلول؟ لأن إحنا المدة الصغيرة اللي إحنا بيها تحتاج أن ننفذ المشاريع الميتة، المشاريع المتوقفة، المشاريع اللي سماها رئيس دولة الوزراء مجلس الوزراء المحترم الحالي عندما زار أمانة بغداد قبل 7 أيام يوم 17 وقال أكو مشاريع عندكم متلكئة أعطوني إياها. لما اعطيناه المشاريع المتلكئة ما راح يقدر على قولته هو في مستشفى الكاظمية من قال الله لا ينطيني، ففعلا الله لا ينطيهم ولا ينطينا إذا إحنا كان عندنا مشاريع وضاميها. ما إحنا ما عندنا مشاريع، لكن ننتظر مشاريع استراتيجية جديدة راح ترى النور بعد 3 أشهر و6 أشهر وسنة أو سنتين، مختلف المناطق في بغداد.